استدعاني أحد الأخوان اللي المليون ريال عنده تعتبر ريال واحد أو المليون دينار تعتبر عنده دينار واحد. استدعاني بأن أغسل أبوه. قل طيب فين تبغى؟ هذا كلمني بالجوال، فين تبغى نغسله؟ قال عندي يا شيخ تغسل في القصر عندي. قلت أما يعني ما تغسل في المغسلة؟ قال لا ما تغسل في المغسلة. طيب حاضر. حضرت عليه قلت وينه؟ قال نايم في المقلط جوا. جهزت معدة الغسل وكل شيء. قال يا شيخ. قلت نعم. قال يا شيخ. قال خذ هذا الكفن نبغاك تكفنه في يدي. ايش يكفن؟ قال هذا الكفن كفن في كفن، ما نبغى الكفن حقك الدود هذا، ما نبغى الكفن حقك الدود هذا، ما نبغى. وطالع في الكفن يا اخوان، واذا هو حرير المتر ب 600 ريال. كفن حرير المتر ب 600 ريال. قلت ما كفن. اذا كان الحي يحرم عليه الحرير فكيف بالميت؟ 600 ريال المتر، اما اجي اكفنه في 20 متر، مو في اولى؟ في ناس مملكين ياكلوا اولى بها. قال اقول لك يا شيخ انت جاي على كيف، انا مش على كيف. قلت لا يا حق، انا جاي على كيف ربنا مو على كيف. نعطيك الا تبي. قلت والله ما تقدر، لا انت ولا اموالك كلها على اجري، ما تقدر على اجري، ما تقدر على اجري. قال طيب فصلوا لنا ونحن نسوي. قلت ولا فصلوا هذا الكفن مره ولا اقرب. الساعة واحدة في الليل تبغون نلحق الفجر ولا خادم ميتكم سبوه سووا على كيفكم، تحملوا اثمه. قال طيب تفضل، مين حيساعدني؟ قال ايش يساعدك؟ قلت مين حيساعدني غسل ابوه؟ قال عندك اثنين في البنيات واثنين خدم. قال اقول لك يا شيخ هذول اللي بيساعدوك تبغى ولا بلاش؟ قلت لا والله انا لوحدي، انا بس ذكرت كذا عشان تكسبون الاجر، لكن انا لوحدي اغسل. انظروا الشاهد في هذه القصه يا اخوان. دخلت لقيت اخونا في الله الرجل هذا مجسم شرشف مغطى على سرير غرفه 6×8 البلاط اكرمكم الله، وشاهد وجهي فيه من لمعانه. غرفه كلها يعني مرمر اشوف وجهي فيه، تخيلوا اذا انا اشوف وجهي فيه يعني معناها ما في ولا حشره حتخش على الميت هذا. واول ما كشفت على الميت كنت اصاب بجلطه، تمالكت نفسي لان هذا الشغل لله سبحانه وتعالى وقواني الله سبحانه وتعالى. ماذا رايت؟ رأيت هذا الرجل الكبير في السن الميت والنمل يغطيه من فوق ولتحته. شفت هم ترمي شوية حلاوة في الأرض وتلم عليها النمل؟ لم يظهر منه ولا جسد مقدار سنتي من النمل، ولا واحدة نملة ماشية في الأرض، كلها في هذا الميت. ماذا أفعل؟ كيف يا جماعة؟ تخيلوا كيف أغسل هذا الميت وكله نمل، نمل نصه أصفر ونصه أسود، وهذا موجود برا. هذه النملة نصها أصفر ونصها أصفر صغيرة جدا، أول ما تقرص البني آدم تلتف على نفسها تصير زي الكورة وتموت. تخيلوا هذا المنظر، كيف اتصرف في هذا الميت؟ ماذا فعلت؟ الهام من الله سبحانه وتعالى. كلمت السائق حق الاسعاف عندي يخش يعاونني، واتيت بقطن في ماء وسدر وسديت انفه واذنه وفمه، حتى النمل كان يدخل ويخرج يتمشى من انفه واذنه وخشمه، يعني شيء شيء مو معقول، لا يتصور العقل. سديت هذه الفتحات واتيت بنفس الفرشه حقه المي وشلت وغطسته في البانيو، قام النمل كله طفى على الآلة وسحبنا الموي، وجينا مرتين ثلاثه لغايه ما نظف هذا الميت من هذا النمل.
رجعته تاني للدكة عشان أبدأ في الغسل. ما الفكينا في الأخير في 3-4 حبات طلعوا من هنا، مسكناهم بالمنديل. الشاهد في هذا الكلام يا أخوان، الشاهد في هذا الكلام وهذا المكان 6 في 4 6 في 8 ما في ولا شيء، ونظافة بشكل إنك ما تنام تقول على الأرض. بعد ما كفلنا ودفننا سألت أقرب الناس له، إيش قصة هذا الرجل كبير في السن وأولاده رفضوا يخشوا يغسلون معاه، ورفضوا حتى كمان يدفنوا يكفنوا بهذا الكفن. ماذا تتوقع من هذا الرجل؟ ألم تسمعوا أو تقرأوا إن رضا الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من رضا الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين. كان هذا الميت، كان هذا الميت يضرب أمه، كان يضرب أمه، تخيل، إيش تتوقع من عقوبة من الله؟ إيش تتوقع عقوبة من ولد عاصي يضرب أمه وأبوه؟ ماذا فعلوا فيه الأبناء؟ حتى الدخول على غسله رفضوا من حقدهم وكرههم على أبوهم. رب فيهم الحقد والكرهية. وكانت الأم يأخذون أولادها الآخرين ويودونها للمخبر تشتكي هذا الأب، تقول أبدا ما ضربني. شوفوا قوة الأم، تقول أبدا ما ضربني، تدافع عن ولدها حتى وكدمات الضرب في وجهها، تقول ما ضربني، تدفع عن ولدها ما تبغى ولدها فلذت كذب لحملته 9 أشهر إنه تشوفها قدامها مهار.